ليس مستغرباً أن تخفي قوات الاحتلال الأمريكي في العراق العدد الحقيقي لضحايا غاراتها وعملياتها العسكرية الإجرامية، فمنذ غزوها للبلاد عام 2003 وعشرات المجازر المرتكبة بحق المدنيين تم التكتم عليها وطمس أدلتها بمباركة وتبرير من عملاء إيران، كيف لا وهم من دخلوا البلاد محتمين ببنادق الغزاة حاملين معهم سجلاً حافلاً في الغدر والخيانة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن وثائق سرية مسربة من البنتاغون تؤكد عدم نشر بيانات صحيحة بأعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في العراق وسوريا وأفغانستان بضربات جوية أمريكية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عنها تظهر أن 1417 مدنياً بينهم أطفال لقوا مصرعهم منذ عام 2014، وذلك يعود للمعلومات الاستخباراتية المعيبة للغاية والاستهداف المتسرع وغير الدقيق للأهداف من طرف الجيش الأمريكي. ووفق الصحيفة فإن القيادة العسكرية الأمريكية لم تأخذ المدنيين والأطفال بعين الاعتبار أثناء الاستعداد للهجوم، مشيرة إلى أنها اعتبرتهم تابعين لجماعات مسلحة. وأوضحت نيويورك تايمز أن أكثر من 1300 وثيقة تظهر عدم إجراء البنتاغون تحقيقات كاملة في هذه الحوادث، فقد أوصت بإجراء تحقيقات في 12% فقط من العدد الإجمالي للغارات الجوية التي قتل فيها مدنيون، واعتمدت أدلة غير كاملة أو غير صحيحة قبل أن يتم إيقاف هذه التحقيقات.